فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما نصيحتكم لأرباب مؤسسات الصيانة والنظافة الذين يؤخرون إعطاء العمالة رواتبهم لمدة أشهر كثيرة، فما النصيحة في ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فلا يجوز تأخير أجرة الأجير وهو بحاجة إليها، لا يجوز هذا، بل الحديث مطلق سواء كان محتاجا إليها أو غير محتاج، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. نعم، هذا ظلم، تأخيرها ظلم للأجير. نعم.